حلوين كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا كتير منيح. انتو عم تحضروا فيديو اليوم، اذا كنتوا جد على القناة انا اسمي سارة، مرحبا. واذا كنتوا متابعيني من قبل welcome back to my channel. guys فيديو اليوم رح يكون شي ان هول، رح فرجيكم مشترياتي من شي ان ونجربهم لأول مرة انا وياكم. وعلى فكرة هالمرة مشترياتي مش بس تياب، رح يكونوا تياب ميك اب وقصص للشعر. سو اذا حبيت الفكره keep on watching، بس قبل اكيد ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل تبعي وتابعوني على انستغرام. ليتس جو. هيدا هو الباكج، كتير كبير على فكره، انا فتحته كرمال اتاكد انه كل الاغراض موجودين، بس صراحه ناسي شو طالبه. سو اليوم رح نتذكر انا وياكم شو طلبت. رح نبلش بمنتجات الشعر والميك اب اول شيء، نرجع ننتقل للتياب. جايز اذا بعد ما جبتوا رموش من موقع شي ان بتكونوا كثير خسرانين وعم بتفوتوا عليكم رموش كثير حلوه. انا على فكره بكل اللوكس اللي بعملهم على انستغرام، على يوتيوب، على تيك توك، ما بستعمل غير رموش من شي ان، لانه مش معقول الكواليتي قد ايه حلوه، بقدر استعمله كذا مره، وغير هيك بيعطوني لايك رموش بعقده. سو اول شغله جبتها هي الرموش، مجربتهم من قبل وكثير بنصحكم فيهم. اذا كنتوا جديد على عالم الميك اب، عم بتجربوا حالكم بهيدا المجال، ان كان كميك اب ارتست او عم تجربوا ميك اب لحالكم، كثير بنصحكم انه تشتروا هيدا السيت من البراشز. اول شيء حب اقول لكم اياه انه نوت سبونسرد، ابدا ما حدا دفع لي فلوس، عم بحكي من خبرتي الشخصيه مع البراشز من هيدا الموقع. جايز كثير سوفت، البراشز كثير ناعمين، بيسهلوا عليكم طريقة الميك اب بشكل رهيب، بعدين كثير افوردبل وما بهرهروا، يعني إذا جيتوا عم تحطوا ميك اب على وجهكم ما بينتلي وجهكم شعر أو وبر أو وات ايفر شو معمول هيدا ما بعرف، anyway ما بينتلي وجهكم من البراش، سو أنا كثير بنصحكم بهول البراشز، ما بتصدقوا قد ايه بجيب، يعني كل مره بطلب من موقع شي ان ضروري يكون في رموش، ضروري يكون في براشز. هيدي هي العلبه جايز من شي جلام، اسمها جلام فام براش سيت، والحلو انه ورا في عندكم انستركشنز، في عندكم معلومات كل براش بهذا السيت لشو تستعمل. اكيد 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 جايبه هيد باند كرمال ارفع شعري عن وجهي بس بدي احط ميك اب، جبت اثنين، اكشلي اول وحده مشان هيك فتحت الباكج، اول وحده استعملتها خليني افرجيكم اياها، هيدي بيضة، رجعت تذكرت انه الابيض حلو على الكاميرا بس بينجوي دغري ميك اب، سو لازم جيب وحده ملونه، هيدي ثاني وحده سوبر كيوت، كثير مهضومه وكثير رخيصه، كثير رخاص يعني I'm shocked. فراشة ميك اب زيادة لأنه never enough، يعني ولا مرة حسيت إنه بتعرفي شو سارة؟ صار عندك كثير براشز للميك اب لازم نوقف، هيدي يعني ما ححسها بحياتي، خصوصا إنه أنا بعمل ميك اب كل يوم، سو بينجوا البراشز ميك اب، بصير مضطرة أنا استعمل غيرهم واستعمل غيرهم لحديت ما أعمل هيدي النفضة الجماعية يلي هي كل البراشز بغسلهم فرد مرة، بس انه اجي مثلا قصم البراشز المجوية هلا بغسلها وبترك النظيفة على جنب، هاي ما بتصير معي، ما بتفوت براسي، مشان هيك كثير بجيب براشز، هول البراشز خصوصي للوجه. سيريسلي؟ ما كنت عارفة انه في غير هول، انا براسي انه في بس براشز للوجه، طلع انه كمان في براشز للعيون، انا كثير مبسوطه هلا، هول براشز للعيون وهول براشز للوجه، صراحه هيدا ست كامل من الفراش اللي ممكن تستعملوهم للميك اب، يعني هيدا الست لحاله بكفي انه تكونوا ميك اب ارتست، شوفوا لاي درجه، يعني بس هيدا الست، بدي اخبركم معلومه كثير مهمه، البراش تبع الوجه بتجي بهيدا الشيء، هيدا الشيء جايز ما تكبوه ابدا، ليه؟ بس نغسل البراش بتكون بعدها مي، بنحطها بهالطريقه، اوكي؟
ومنرجع منسكر عليها كرمال ما تنتزع، لأن عادة بس نغسل البراش هيك بتنفوش أو ممكن تنتزع، هيدي خصوصة كرمال ما تنتزع سو ما تكبوها. شو هاي؟ هلا تذكرت. أوه. أدي كيوت هيدا الهارت. جبت هيدي الباليت. هيدي الباليت الفكرة منها. أول شي خلينا نشيل هيدي البلاستر. أوكي. أوكي أوكي فهمت عليكم. نفتحها. سو هيدي هي الباليت. الفكرة منها منحط إصبعنا الكبير هون. منبلش نحط الألوان بدنا نستعملها مثلا فاونديشن. أنا عندي شغلة بكره وشي كتير بيزعجني اني احط فاونديشن على ايدي، لانه ايدي بتصير كلها فاونديشن، واوقات فاونديشنز بستعملهم لايك اتس فول كفرج واتر بروف، سو بدي اغسل ايدي كتير كتير واقعد احف ايدي كل يوم بدي احط ميك اب، سو ام سيك اوف ذس. خلص قررت اني اشتري هيدي الباليت المهضومه، وغير هيك كتير مبينه بروفيشنال، بتحسسني انه ام برو. خلينا نرجع نعيد. اذا كنتوا جديد بالميك اب او اذا كنتوا ميك اب ارتست، خليني اخبركم ليش هالشغله الكل بيقدر يستعملها. اول شيء اذا كنتوا جديد بالميك اب وما عندكم كثير براشز وعم تستعملوا مثلا ليتس سي براش وحده، مثلا عم نستعمل هيدي البراش واستعملنا لون الاورنج، اوكي استعملنا اللون الاورنج وحطيناه على العين، وهلا بدنا نستعمل لون ثاني فاتح، شو فينا نعمل؟ ما عندي غير هيدا البراش، شو بعمل؟ تارا! بشتري هيدا الاختراع اللي كتير بسيط اللي هي هيدا الكونتينر، بس نفتحها بيطلع عنا مثل سفنجة هون، ناخد شايفين البراش عليها ميك اب، ناخد السفنجة شوفوا جايز قدي خف اللون، يعني هلا مثلا اذا بدي احط على ايدي ما رح يطلع لي لون ابدا، لاحظوا كثير كثير مفيده اذا ما عندنا كثير براشز وحابين انه نستعمل نفس البراش لكذا لون، او اذا كنا ميك اب ارتست وعم يجينا زبونات ورا بعض وكل وحده اكيد كل ميك اب لون كل وجه بيلبق له شيء، سو بدنا نستعمل كثير براشز هيدي كثير رح تساعدنا. جبت هالشيء كثير مهضوم يلي انا ما عندي اياه على فكرة، ما تسألوني كيف بغسل البراشز تبعي لأني بنقعهم برجع بقعد بغسلهم على ايدي، هيدي كثير بتهين لنا حياتنا، كثير بسيطة، هي عبارة عن بلاستيك، أول شيء بتتلزق من ورا، سو بس بدنا نغسل البراشز مثلا بالمغسلة، بنلزقها على المغسلة وبنحط البراش بهالطريقة، أكيد هلا البراش منا مي، بس بنصير نعمل هيك لحديت ما تنضف، كتير كتير مفيدة مع انه ولا شيء يعني كتير سمبل بس كتير مفيدة. More lashes اكيد، More lashes كمان، بس هيدا الرمش عنده قصة، إذا بتشوفوا قديه كبير هيدا الرمش، أنا صراحة ما توقعت أبدا إنه شفته إنه هيك فول، حسيت إنه خرج سموكي، خرج ميك اب هيك قوي، بس ما توقعت إنه يكون هالقد كبير. رح جرب وحده منهم على عين بس تعرفوا قد ايه عن جد سوبر طوال. مش رح احط جلو، مش رح احط لزيق، رح احطها هيك بس حط بس كرمال نشوف. فهمتوا شو قصدي؟ شو هيدا؟ ما بعرف لشو رح استعملها صراحه، ما توقعت انه تكون هالقد كبيره، بس انه الا ما تستعمل، يعني انتم بتعرفوني انا مجنونه، ممكن شي نهار اعمل ميك اب كثير مجنون يكون هيك ارتستيك ميك اب جاست فور فان كرمال اتسلى ويطلع هول الرموش بيرفكت فيت له. ننتقل لهيدي البراش جايز، هيدي البراش يعني انا اشتريتها بس كرمال دق فيها قد ما سوبر ناعمه، سوبر ناعمة. هيدا البراش فينا نحطها على وجهنا كرمال نعمل ميك اب على الوجه، بحس انه يعني كتير بسرعة بنقدر نعمل فاونديشن على كل الوجه قد منها كبيرة، بس بنفس الوقت لاحظوا الشيب تبعها بتجي من هون، يعني بقدر احطها بمطارح واوصل لمطارح ضيقة بالوجه، وفينا نستعملها على الجسم مثلا اذا بدنا نحط شيمرز على الكتاف شوي على الرقبة كمان
سوبر فلكسبل، فينا نستعملها وين ما بدنا. وهيك موضوع كيوت. اخر برودكت هو هولي الكليبسات تبع الشعر يلي هن كتير ضروريين لالي هلا، خصوصا انه شعري طولان ومضطرة اني ارجع الشعر لورا، لانه اذا فلتت شعري رح يطلع الغرة لهون وباقي الشعر قصير مثل ما شايفين، سو بده شوية وقت كرمال الشيب تبعه وشكله يزبط. سو كتير عم بفيدوني هون. اوكي خلصنا من الميك اب والشعر ورح ننتقل هلا للتياب. عندي خبرية بدي اخبركم اياها قبل ما نبلش بالتياب. انا صراحة هذا الفيديو كان صار لي كتير زمان حابة اني صوره، بس كل مرة افتح الابليكيشن افتح تطبيق على التليفون احط التياب اللي بدي اياها ارجع اقول بتعرفي شو صار؟ بركي نحفته هتا ما نجيبهم، لانه انا رح جيب هلا السايز تبعي هو لارج. اوكي لارج، اول مره بحياتي بلبس لارج. anyway اطلع قول بتعرفوا شو بركي نحفت خلص، بركي منأجل شوي بعد شي 2 ويكس، بركي ضعفت شوي بهال 2 ويكس. اخر شي وصلت لمطرح قلت انه خلص اناف، انا هيدا وزني تقبليه خلص، صار لك سنه، صار لي سنه انا مش عم بعرف اتقبل وزني، مش عم بعرف اتقبل جسمي، بس هلا ليتي غيرت طريقة تفكيري، صرت روح على الجيم مع برايفت ترينر سوبر مهضومة اسمها ماجي. فماجي كثير فوتت لي براسي انه شيل الشكل على جنب وركزي بس على قوة جسمي. بدي فرجيكم هلا صورتين بيفور اند افتر، والفرق بيناتهم على فكرة بس يمكن 2 ويكس ماكسيموم، 2 ويكس ماكسيموم اسبوعين. وبهالصورتين انا كان وزني زيته، الوزن ما تغير الشكل تغير. شوف هون عندي رسالة لكل الصبايا والشباب انه بس بدكم تفوتوا على الجيم ما تفوتوا بمنتاليتي او بعقلية انه انا في نزل وزني وكل يوم تشوفوا قد ايه وزنكم قد ايه وزنكم، فوتوا بعقلية انه انا فايتة على الجيم او انا فايت على الجيم كرمال قوي جسمي، قوي الفلكسبيليتي تبعي، المرونة تبعي قوية، صير شخص قوي. فنحن هلا اكثر شيء برودكتيف، اكثر شيء عندنا طاقة، يعني مو تصدقوا انا بس روح على الجيم بعطي طاقة من قلبي، بحس انه هيدي الطاقة كانت مكبوتة جواتي كل الوقت لحديت ما قررت اني روح على الجيم وفجر الطاقة تبعي. عن جد كثير بنصحكم ما تركزوا على الوزن، مش كل الناس اشكال والوان واطباع، مش كل الناس لازم يكونوا سكيني ونحاف. ليش هيدي منا الستاندرز للجمال او هيدي منا مقياس ابدا. في ناس مليانين، في ناس ناصحين، في ناس سكيني بيبقوا نحاف، في ناس كتير سكيني بيبقوا كتير نحاف عندهم مشكلة يمكن. فوقفوا التنمر، وقفوا التنمر، ركزوا على حالكم قبل ما تركزوا على غيركم. والناس أشكال، ما حدا مثل حدا. فأنا بس بلشت أفكر بهيدا المنتاليتي كتير انبسطت وقلت تعرفي شو سارة؟ رح نزل فيديو على يوتيوب، مع انه من بعد كل هالحديث الطويل بعرف انه زهقتكم وعبالكم تشوفوا التياب، بس من بعد كل هالحديث رح افوت على الكومنتس وفوتوا انتوا على الكومنتس وشوفوا شو رح ينكتب. يلا خلينا نبلش. بما انه بلشنا الحديث بالجيم وبالسبور رح فرجيكم هيدا السات اللي جبته للسبور. صراحة كتير تفاجأت بسعر هيدا السات لانه كان سعره بس 15 دولار، فحسيت انه 15 دولار لليجينج للسبور مع برا للسبور like it's weird، يعني رخيص. فخلينا نفتحهم سوا تنشوف الكواليتي، لانه اللي بيروح على السبور بيعرف انه الكواليتي كتير بتفرق. مثلا اللاجينج ما بدنا اياه ليلي او يكون سي ثرو شفاف، يعني ما بده يكون سميك. او البرا مثلا ما بدنا اياها كتير كبيره بس ما بدنا اياها كتير صغيره، عرفتوا علي؟ فخلينا نشوف. اول شيء هيدي هي البرا جايز، هيك بتجي لها بادز من هون، شوفوا البادز فيكم تشيلوهم فيكم تحطوهم، يعني فيكم تغيروهم كمان اذا حابين مثلا بادز اسمك ارفع حسب انتم شو بدكم فيكم تغيروهم.
والقماش تبعها سميكة، يعني بتحسوا حالكم supported، بتحسوا حالكم انه مكموشين مش متروكين او مش حاسين كأنه لابسين شيء. هذا شيء كتير حلو. وبتجي من وراء cross، يعني بتجي هيك من وراء. سو هيدي هي البرا، وهيدا هو اللاجينج. هيدا من وراء بيجي عليه هيدا الفون كرمال يعطينا يشقلنا البضاعة الموجودة ورا، وهيدا من قدام. وأحلى شيء أحلى شيء إنه هاي ويست، الخصر تبعه عالي كتير، واضح إنه الخصر تبعه عالي. ومن هون شوفوا بيجي سميك، يعني بيمسك لنا بطننا. وأهم شيء بالنسبة لإلي بما إنه أنا صرت لارج، فكتير بهمني إنه التيب تبعي يمسكوني ما يحسسوني اني وين ما كان، عرفتوا everywhere بدي شي يمسكني. ف واو انا I'm so impressed. وهيدا شكله بيجي له هيك اشكال على الاجرين. so خلينا نجربه سوا. قولي باي. so guys هيدا اول سات لليوم يلي هو سات السبار. انا كتير حبيته. اول شيء شوفوا قد الخصر عالي، هيدا اهم شيء، لانه ما بحب انه من هون يقبل لحم شوي، هذا شيء ما كتير بيعجبني. ثاني شيء البرا تبعه شاده، وشوفوا كيف من ورا، من ورا البرا تبعه بتجي اكسو كتير مهضومه، واللاجينج على قد على قد، كتير حبيته. 10/10 10 على 10. ننتقل لتاني قطعة طلبتها. تاني قطعة هي عبارة عن أربع قطع بيجوا سوا. هيدي أول قطعة بتجي كتير بتشبه اللي أنا لبستها هلا، أنا كتير بحبون وبتجي كرابتا. سو أول لون هو الأسود، جراي، نيود، والأبيض. صراحة هيدا منه أبيض أبيض، بيجي البياض الجاي شوي على أوف وايت مش الأبيض القوي. خلينا نقيسهم سوا. سو هيدي اول وحده ستايل هي الجراي، ظهرها مسكر سوبر ناعمه ما بتلالي. سو اذا لابسين برا ملونه على الارجح انه ما رح تلالي، وهيك كتير ستريتش كتير بتبورد بالصيف. سو كتير حبيتها. رح اقيس باقي الالوان ورح يكونوا فاست فورورد. guys اللون الابيض اكثر شيء حبيته صراحه، هيك عطاني ضوء. ثالث قطعه التياب لليوم هي فستان، بتذكروا كثير هالفستان لانه على الموديل طلع كثير حلو. اوكي سو ما رح اعرف فسر لكم بس البسه رح فسر لكم، بس الفكره منه لهالفستان انه بيجي نص كم، ومثل ما شايفين منقط، وهيك بيجي مثل كلوش شوي من تحت. سو خلينا نجربه لانه حسب ما انا شايفه انه الفستان مفتوح كله على بعضه، بدي اشوف كيف بسكر، واذا بس يسكر الفتحه تبعه كتير طويله يعني بقدر امشي فيه او ما بقدر امشي فيه. سو خلينا نجربه سوا. جايز هيدا الفستان صار لي ساعه عم جرب بس البسه، رح كون لابسه توب بيضة تحته لانه كتير مفتوح عن الصدر، ورح كون لابسه اللاجين كرمال فرجيكم كيف بينربط، لانه عن جد صار لي ساعه عم جرب بس كيف بربطه لهالفستان. اول شيء بيجي له وحده من هون ووحده من هون. انا توقعت انه يكون في شي فخت هون شي شغله كرمال لك يبرمك، كيف بدي ابرمهم هيك مش ظابطه. ناخذ ميله بنحطها هيك، ناخذ ثاني ميله نبرمها على الخصر، نرجع من جوا ناخد تاني ميل ونعمل هيك، نربط على الجنب. بعتقد انه هيدي هي الطريقة صراحة، لأنه ما زبطت غير بهالطريقة. اوكي بيطلع معنا هيدا هو الفستان، الصدر سوبر مفتوح،
حتى ولو جربنا حيلا طريقه كانت الصدر رح يضل كثير مفتوح، فرح نضطر نلبس شيء تحتها لانه ما بعتقد حدا حيلبسها بلا شيء تحتها. وهيدي هي بالنسبه للفستان، اذا لبسناه لحاله ما انه كثير ظابط صراحه. I'm not a big fan. عامل لي خصر هذا شيء كثير حلو، بس انا عندي مشكله اللي ما بحب مثلا شوفوا مش ظابطة مش جاي على النص هيدي ومضطرة البس شيء تحته وضليت ساعة جرب اعمله. وعندي مشكلة انا انه الشغل اللي بجيبه ما بحب اني اعمل له لايرينج، يعني ما بحب مثلا جبت فستان بحب اني اخذ فستان احطه على يدي، ما بدي اقعد البس شيء تحته خاف انه يبين شيء وما يبين شيء يعني مش ظابطة ابدا. سو هيدا الفستان از بيج نو نو. رابع قطعة هي هيدي القميص، خلينا افتحها تفرجيكم اللون تبعها لانه اللون كان كتير حلو على الويب سايت. سو هيدي هي بتجي تاي داي النقشة تبعها، والالوان تبعها بيجوا بين جراي ابيض وليلا، وبتجي اوفر سايز يعني هي اصلا الموديل تبعها بيجي كبير، فما جبتها لارج جبتها ميديم كرمال ما تطلع كتير كبيرة علي. وجبت معها هيدي البيزك البيضة لانه حسيت انه كتير حلو اذا لبست بيزك بيضة مع هيدي القميص وفتحتها للقميص ما سكرتها تطلع كتير حلوة. سو هلا رح نجربهم سوا. جايز هيدي القطعة ربحانة معنا لليوم انا اكيد. اول شيء القميص كتير رقيقة سو فينا نعتبرها صيفية، واللي حبيته انه بس لفقت الكمام تبعها الكم جاي لونه ابيض مثل التيشيرت اللي انا لبستها تحتها سو بيرفكت. والقميص طويلة بس شوفوا منا كتير طويلة سو اتس بيرفكت. وانا كتير بحب هيدا الستايل خصوصي للبنات القصار، وكمان للبنات اللي بتحسوا انه ما عندكم كتير كيرفز بجسمكم هيدا القميص رح تخفيلكم هيدا المنطقة، رح تبينكم بس المنطقة بالنص. سو الناس ما رح يعرفوا عندكم كيرفز ما عندكم كيرفز ما حدا رح يعرف. سو هيدا سو كول سو نايس كتير 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 حبيت. خامس قطعة هو هيدا الفستان. هيدا الفستان سوبر كيوت سوبر حلو، بس المشكلة انه انا بس فتت طلبته ما كان موجود على موديل، يعني كان محطوط حط يعني ما في حدا لابسه. سو كان كتير حلو الموديل تبعه بس ما فيكم تفهموه منيح للموديل الا بس تشوفوا حدا لابسه. سو بدنا نجربه، خلينا نفتحه اول شيء. بيجي هيك الفستان الستراكس تبعه بيتعدلوا، في يصغرهم في يكبرهم على راحتي، ومن ورا بيجي هيك كروس. بس انا كانه في شغله ناقصه بهالدرس ما بعرف، خليني ارجع فوت على الاب كرمال اتاكد. سو جايز هيدا هو الفستان هلا شفته على الاب، وهيدا هو بالحقيقه ما بعرف حاسه كانه بالصوره جاي شوي اكثر هيك مموج، وعن حقيقه جاي فرد شقفه. الخصر تبعه بعتقد انه كتير كبير. عن جد ما بعرف شيء عن هالفستان، بدنا نجربه تنشوف كيف رح يطلع. مبين هيك قطعه وحده مش عاطينا هيدول الكيرفز هالتضاريس الحلوه اللي بتبين على الانوثه، بالعكس مبينة عمري 15 سنة عرفتوا كيف. ف ما حبيت ابدا مش عاطيني عمري وليكو الخصر لك الخصر كتير واسع، يعني انا كنت بفضل اذا الخصر هالقد ضيق. والقماشة جايز جاية قماشة واقفة اكيد قماشة واقفة، وبما انه انا قصيرة فالفستان طالع لتحت الركبة مش ما تقطو ما تقطو. انا بس شفته قلت اني ما ححبه وكان معي حق ما حبيته، يعني مش ظابط. شوفوا هو كتير كيوت الفستان بس علي انا مش ظابط. سو لا ميرسي. انا ناسية كليا هيدا شو. اوكي تذكرت هذا شيء كتير حلو، خلينا نشوفه.
سو هيدي قميص كتير كيوت، ليكو كيف تجي، بتجي لها طبقتين ومن فوق بيجي لها هيك اثنين نو. شوفوا مجرد ما حطيت عليها حسيتها كتير حلوة. سو خلينا نقيسها سوا. شو رأينا جايز بهيدي الطب؟ انا حبيتها كتير مهضومة، عن جد كتير مهضومة، بس ما بعرف ليه عندي mixed feelings، عندي مشاعر متضاربة على هيدي الطب. طبعا شو رأيكم بيبي؟ تجي تشوف شوي. ما حبيت، ايه ما حبيت انا مفتوحة على من تحت. ايه انا كمان كان بعدني عم بقول انه في شيء مش حبته فيها، كنت عم فكر اذا هول، بس لا هول كيوت مهضومين يعني منهم مزعجين. بينها ولادية. اوكي انا كان بعدني عم فكر انه في شيء زعجني، بس مش عم بعرف اذا هول لانه كثير ولادية او لانها كثير like كبيرة من تحت. وحتى حتى هون فوق كثير بارزين. كثير بارزين، ايه يعني ما كثير كل شيء. اوكي. ميرسي. جبت هيدي التي شيرت لانه النقشة تبعها كثير كثير دارجة هلا. خليني شوفها. سو هيدي هي، اكيد بدنا نلبس تحتها شيء لانه سي ثرو يعني شفافة، بقدر اقشع منها، بس كتير كتير مهضومة. بحس هيك مع ميك اب، نيود ميك اب، بتطلع قتل، بتطلع كتير حلوة. سو خلينا نجربها. جايز هيدي التي شيرت طلعت 100% مثل ما كنت متصورتها، كتير حلوة. تصوروها هيك مع سموكي ميك اب او حتى نيود ميك اب، قد ايه بيطلعوا كتير حلوين سوا. لبست تحتها اي شيرت سوداء من اللي جبتهم لانه هي سي ثرو، سو بتلالي ما فينا الا ما نلبس شيء تحتها. بس شو رايكم؟ كتير حلوه. بتعرفوا شو؟ هيدي كتير حلوه مع جينز ازرق، بتطلع واو. قبل اخر قطعه هي هيدي الشيرت، الوانها والنقشه تبعها هي اللي خلتني اشتريها، مع انها كم طويل وهلا صيف ما حنلبس كم طويل، بس قلت انه اذا صورت فيها لهيدي الشيرت رح تطلع كتير حلوه على الكاميرا. سو هيدي هي النقشه تبعها، كتير كتير حلوه، بتجي ضيقه على الجسم وستريتش وبتجي كم طويل. سو خلينا نقيسها سوا. بس عندي شغله وحده بتمنى لو كانت بهيدي التيشيرت، انه لو القبه تبعها جاي شوي اعلى كانت حسيتها طلعت احلى، بس هي اوريدي كتير حلوه، انا كتير حبيتها، هيك الالوان تبعها كتير فرحه واوريدي هيدي الهبه هلا هن الوان فايتين مع بعض، حتى على الضفير عم نشوفهم، على التياب عم نشوفهم وين ما كان. سو حبيتها، اتس فاين. اخر قطعه من التياب، لانه انا هلا رجعت تذكرت اني انا طالبه شوز كمان، رح فرجيكم شو هو الشوز اللي طالبته. اخر قطعه من التياب هي ست. خليني اخبركم شغله، انا ولا مره لابسه ست، يعني ولا مره لابسه مثلا الجاكيت نفس لون البنطلون ويكونوا اثنيناتهم قماش، ما بتذكر شي مره عاملتها، فهذا شيء كثير جديد علي. سو هيدي هي القميص، بتجي كانه بليزر، ما بتتسكر من قدام، صح؟ ايه صح. واللون تبعها كثير كثير حلو، كثير هيك راكز. سو كثير حبيتها. بيجي معها هيدا البانتس، اول شيء الخصر تبعه ستريتش، سو هيدا الخصر بيعملنا خصرنا رفيع، وغير هيك بيجي طويل. سو خلينا نجرب هيدا الست سوا. واو اي لاف ات، اي سو سو لاف ات. بيبي تعطيني رايك، اول مره بلبس هيك، حلو؟ حبيت؟ ايه بس ما بقدر بس احضر ايفنت معك. ايه انه خرج شي ايفنت يعني، عرفت؟ هلا مبلا هن بينلبس، بس انت معود علي كثير كاجوال، بس هن بينلبسوا لكل يوم عادي مع عقد مثلا. حلوين؟ حبيتهم. جايز هيدا الست كمان بيربح معي، عنا شغلتين بيربحوا معنا اليوم،
وباقي الاشياء كتير حلوة والفساتين ابدا ابدا مش حلوين. So I love it. I love it. حرح دلني فيه للأوترو. اخر قطعة لليوم هي كعب. انا كتير مغرومة بهول الكعوبة من شيئين لاني انا طالبتهم من قبل. خليني فرجيكم اياهم. سو هيدا هو الصندال الكعب. هيدا الكعب كتير كتير منيح لانه اول شيء ما بوجع لنا ظهرنا ولا بوجع لنا اجرينا وكتير من يعني بنمشي كتير مرتاحين فيه. بعدين الموديل تبعه كتير كتير هيك سمبل ولونه نيود يعني بتلبق لكل شيء فيه البسها ليترلي على كل شيء ما عدا تيبل سبار. هيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا واستفدتوا منه. اذا عندكم اي تعليق او اقتراح لفيديو جديد اتركوا لي اياه بخانه التعليقات. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل تبعي تكبسوا على زر الاشعارات وخلينا نوصل هيدا الفيديو ل 50,000 لايك. واكيد ما تنسوا تتابعوني على انستغرام. انا بشوفكم بفيديو جديد. باي. Do you want to dance?